انت في السرير؟ تعبانة قوي. تعبانة؟ لحظة واحدة اجيب لك دكتور. ايه ده؟ ومش هتغير عليا من الدكتور اللي هيكشف عليا؟ هو انت تعبانة قوي كده؟ تعبانة قوي، بص حتى سخنة. انا كده انا لحظة، لا لا بلاش، انا كده هتعب، لا وبلاش الضحكة دي كمان، لا لا بلاش بلاش بلاش. ايه يا فين؟ اصل غلابه واقف بره، ثانية اصل ثانية واحدة بقى، ما اصل غلاب انا بعرفش، انا جاي بصراحة عشان اشكو، عشان نتفق على تفاصيل الجواز. طب طالما هنتكلم في الجواز تعالى اقعد. بصراحة قعدة السرير دي يعني هنقعد على السرير ولا هنقعد فين؟ السرير يعني قعدة السرير دي تعالى اقول لك على حاجة. الواد اللي تحت بيعمل كابتشينو يجنن، تعالي تعالي هاخدك تحت. بص مش هتعرفي تنزلي صح؟ ازقك على الترولي، يلا تعالي. وهون عليك. لا ما تهونيش. جزر جزر، هو انت عايز تشرب عصير جزر؟ لا يا نسون بقى. لو سمحت. لو سمحتك انت. تحت امرك يا فندم. تعرف البنت دي؟ دي ريم. ريم؟ انت كمان تعرفها؟ كلام في سرك يعني، هي من ساعة ما جت امبارح وهي موقفة الاوتيل كله على رجل. لا اله الا الله، وحضرتك كنت معانا ولا ايه؟ طب فين اوضتها؟ هي دي. هي دي اوضتها؟ شكرا. لا 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 بسم الله ما شاء الله. لا معلش يعني ما ينفعش تخشيها دلوقتي، معاها خطيبها. معاها خطيبها؟ لا شوف الفجر، هي اللي صممت تجيب اوضتها. لا وهو محظوظ ابن المحظوظه. سيدي يا سيدي. وانت واقف هنا بتعمل ايه؟ لا ما هو ما عرفش يتصرف من غيري، قال لما احتاج لك عندها لك. كمان. والله انت راجل عسليه. اوي اوي الجو بقى حر قوي. ثانيه واحده ثانيه واحده، انا هقلع هقلع لوحدي. السخنية دي جاية من ايه؟ جاية مني أنا، بص كده أنا سخنة ازاي؟ دي مش سخنة خالص. يمكن جسمي مش سخن بس قلبي هو اللي سخن، أصل أنا من ساعة ما شفتك. يا نهار أسود، وكمان في السرير؟ هيثم. هيثم؟ مين هيثم؟ هيثم اللي كان خطيبي. وزن الريشة؟ باين عليه خس خالص. إيه؟ كنت فاكراني مش عارف أوصل لك؟ ممكن أعرف أنتوا بتعملوا إيه في السرير؟ انت عايز مني ايه؟ انت مش فسخت خطوبتك معايا خلاص؟ انت عايز منها ايه؟ انت مش فسخت خطوبتك معايا معاها خلاص؟ يعني انا اسيبك عشان تتجوزي بقى في ده؟ لا 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 بص، كله الا الغلط، انت ضيفي والاوتيل ده بتاعي، حضرتك تحب تشرب ايه؟ ثانيه واحده. ارجع يا بابا. انت فاكره خايف منك؟ على فكره ده ممكن يدغدغك يا شيخه. انت هتجوزي جزر جزر يا بيبي. ما هو انت لازم تفهمه ان احنا خلاص هنتجوز. هتتجوزه؟ لا لا، فكرة، مجرد فكرة بس غير قابلة للتنفيذ. انت هتعمل ايه؟ يعني الصور دي مش فوتوشوب؟ لا مش فوتوشوب. لا فوتوشوب، فوتوشوب باينة قوي. انت بتصوريني من ورايا؟ وفيها ايه؟ ما احنا خلاص هنتجوز. انت بتسكتي خالص خالص يا جزر جزر. كمان هتتجوزه؟ طيب انا هقطع عقولك 600 ألف حتة عشان اشوف هتتجوزي انهي حتة فيه. كابتن هيثم لحظة واحدة لحظة واحدة، اضرب يمين بلاش شمال. هو في ايه؟ انستينا يا استاذه ريم، دي فاتوره التبس بتاعتي من ساعه ما جيت لغايه دلوقتي. احسن برضو. طب ممكن بعد اذنك تديني موبايل البنت الغلبانه اللي اسمها فريده؟ مالكش دعوه بالموضوع ده. حاضر. ريم هيثم اعمل نفسك مش سامع. لا ما اقدرش. ريم تقيل قوي. نعم عايز ايه؟ يعني كنت سايباني وماشيه من غيري؟ ما تقلقش هي ماشيه معايا اطمن. مالكش دعوه انت. انت ايه عايز تصور قتيل؟ مش كفايه الاثنين اللي ضربتهم؟ انا سالت والحمد لله عرفت ان هم لسه عايشين. ليه يا شيخ؟ كنت عايزاني اعمل ايه؟ اشوفه معاكم في الاوضه واسكت؟ على فكره بقى انا اللي قلت له يجي اوضتي لما عرفت ان انت هنا عشان ابطلك الغيره المقرفه دي. معلش يا استاذ هيثم. قلت لك مالكش دعوه انت. حاضر. طب والصور اللي جات لي على الموبايل؟ انا اللي بعتها وبعتها من موبايل البت المجنونه اللي بتحبه بتاعت الريسبشن.
اجمد بقى يا استاذ عيسر، ما تخلينيش اعيط انا كمان. لا مالكش دعوه انت. حاضر خلاص يا ريم، سوري انا اسف. هو اكيد انا زعلانه منك. خلاص بقى قلت لك سوري. طب والله شكلكم اتصالحتوا وهنفرح بيكم قريب، اوعى تنسى تعزمني على الفرح. مالكش دعوه انت. حاضر. في البحر سمكة سمكة بتزق سمكة سمكة عشطتي عشطتو عشطة. هي على دي بتنفي ولا بتكسر يا جدعان؟ ما علينا يا عم شونج، أنا قلب عليك الدنيا من الصبح يا عم شونج. لماذا؟ لماذا؟ العلوان اللي أنت اديتهولي دوت محدش عايز يصرفه. بالطبع لن يصرفه لك احد لانك تقول اسمه غلط. اسمه ايوان ليس علوانا يا مغفل. علوان ايوان مالي؟ انت بتعمل ايه؟ بصطاد سمكا. انت بتصطاد سمك في البسين؟ اجل، والغريب لم تطلع اي سمكه حتى الان. هو انتوا عندكم في الصين بتصطادوا السمك في البسين؟ نحن في الصين عندنا اي حاجه في اي حاجه، السمك على البيوت وعلى الاشجار ويتساقط في الامطار. الله، طب بقول لك ايه؟ ما تاخد بقى الايوان بتاعك دوت وتديني حقي بالمصري. حقك بالمصري؟ أوه. انا لا املك نقودا مصريه، ولكن ساعطيك هديه. امسك هذا الفانوس حتى تقول حلو يا حلو. ايه يا عم شونج وانا مسحراتي؟ دعك من الفانوس الان واخبرني عن صحه صاحب الفندق. لسه مفشفش من ساعه العلقه اللي خدها من خطيب خطيبته. ولماذا لا تحضروا له عروسا ليست مخطوبه؟ والله بقى احنا متكلين عليك وعايزينك تجيب له عروسه صيني. ايه 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 والله فكرة. سأحضر له عروسا ببطاريتين قلم. ألف شكر وتشكر قوي على الفانوس ده يا عم شونج. العفو، اذهب إلى الجحيم. ولكن قبل أن تذهب إلى الجحيم أعطيني الفانوس، هذه عينة، وإذا عجبك سأجيب لك الفانوس. هات. تفضل عم شونج. والله يا قمر، إيه ده؟ جميلة الجميلات. ميرسي. سندريلا. ميرسي. شبه نجوم السنة. ايدك يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه في يا مولانا؟ صلي على النبي كده، امسك نفسك شوية. أنا عايز أعرف أنت بتعيط ليه دلوقتي؟ دي دموع الفرح. أنا مش هصدق إن أنا هكتب كتب كتاب دلوقتي. يا جماعة هو أول حاجة بكتبها إيه؟ نسيت معلش. أنا بهزر. أيوه افتكرت افتكرت. مبسوط كده؟ اهي طارت منك. كويس انك عرفت تتكلم. انا قلت له اضرب يمين، اضرب في النص. انا عارف اتكلم مش عارف اقف. ما احنا عندنا دكتور عليك في الاوتيل ده كان عالجنا احنا الاثنين. لا انت بتلقح. لا بقول لك ايه، ما اسمحلكش تلقح عليا بالكلام، انت فاهم؟ يا ساتر. ايه؟ في تريلا عدت على وشك؟ وانت كمان مستر غلابني اللي عمل كده؟ مين؟ ده الهضبه العملاقه؟ لو سمحت انت اللي عملت فيهم كده؟ بقول لحضرتك ايه؟ مش اي هياكل بتتاكل، اوعى إيه تتعامل معانا كده. يا ابني انت في حد كلمك؟ انت بتستعبط؟ لا يا فندم، ده انا بس بقولك من باب الاحتياط. شش، ما اسمعش صوتك. حاضر حاضر. حاولت اهده ما رضيش. انتوا واقفين عندكم بتعملوا ايه؟ لا يا كابتن ولا حاجه، حضرتك قال لنا انك انت عايزنا يعني. طب يلا تعالوا عشان تشهدوا. ايه رايك يا كابتن بقى؟ الرحمه حلوه. هات ماشي بقى نشهد بقى وخلاص. هجبك بره وهتمرمطه وراها. اصبر. ومش هتقول له بيتها فين؟ طبعا. اهو بقى عشان الزغروطه الحلوه دي اتفضلي الموبايل بتاعي. حاجه؟ اي خدمه تانية يا كابتن؟ لا شكرا خلاص. يعني معلش يا كابتن، يعني كان طلب رفيع كده يعني، بس لو حضرتك شفت لنا عروسه كده مستر فارس لينا الشهر دايخين على العروسه. والله يعني لو اختها موجوده. ماشي يا سيدي، اول ما نتجوز انا وريم ان شاء الله نخلف له بنوت على قده ويبقى يتجوزها.